تعالوا مع بعض. أنا بصراحة مختارين كده أم وبنتها عشان الحكاية تبقى واقعية، يا بدل ما نقعد نتكلم في حاجة احنا مش شايفينها. وخير المثال معانا مدربة الفتنس منار الحكيم وبنتها الأمراية جودي محمود، وده طبعا أم وبنتها. وتعالوا بقى إيه نخترق هذا الجدار المانع. مساء الخير يا منار، ازيك؟ مساء النور، تمام الحمد أخبارك لله. إيه؟ كله تمام؟ تمام، انت عاملة ايه؟ الحمد لله. قولي لي جودي الأول عندها كام سنة؟ 12 سنة. 12 سنة. جميل جدا، هو السن اللي عامل لنا قلق في نافوخنا من 12 جدا. فيما طار. من 12 بقى لغاية 16 17 كده احنا بنعيش في معاناة هذا السن. الأول يا منار، انت طبعا مدربة فتنس، يعني ست رياضية، ست فاهمة يعني ايه رياضة. هل جودي خليتيها تلعب رياضة ولا هي برضو بمزاجها؟ لا جودي ما شاء الله بطل الجمهورية في الجمباز وفي السباحة كمان. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه حلو ده، ما هو الام الواعيه اللي فاهمه بتفرق، عشان كده انت معانا النهارده. طيب قولي لي بقى، ايه اكتر المشاكل في سن جودي؟ بتتعاملي معاها ازاي؟ ايه المشاكل اللي بتخليكي بتشد في شعرك بالليل وتقولي انا زهقت انا تعبت مش عارفه اعمل ايه؟ ايه العند العند؟ عناديه بدرجه غريبه، الكلمه يعني بتتقال كتير قوي عقبال ما تقتنع في الاخر وتيجي تقوم حضناني، خلاص يا مامي سوري انا عارفه ان انتي صح، طب ما اكمل اول يا بنتي. طيب حلو قوي. لما هي بقى بتعند العند الغريب ده، انتي بتتعاملي مع العند ده ازاي يا منار؟ لا بتمسك برايي بصراحه، ما بتنزلش، لا هو ده الصح، والله فكري لغاية العظيم ما انتي شاطر، تتأكدي ان ماما هي اللي صح ونشوف هنعمل ايه. انتي بطلة. لان انتي في ناس كتير بتقول كلام دبلوماسي تقولك بحاول افهم واعدي شوية، لا بس انتي صح، مفيش ام لا بتخلي بنتها بصراحة ما تمشي كلمتها عليها. بتنازلش، طالما انا متأكدة ان اللي بعمله ده في مصلحتها فلا مش بتنازل. طيب ولما انت بتزعقي وتقولي لا انا شايفه ان ده غلط، وبتيجي تقولك اهو صحابي اهو عادي عادي، يعني ايه المشكله لما البس كذا وبطني تبان عادي؟ يعني كلمه عادي دي سمعتيها كم مره في اليوم يا منار؟ 7000 مرة في اليوم على كل حاجة. كله اشمعنى عادي. انا؟ صحابي بيعملوا، صحابي بيخرجوا، انا كبرت مش صغيرة، بس لا انا بخاف عليكي. طب لو هي جابت صاحبتها، لان دلوقتي انا بحكي لك مشاكل امهات كتير، تقول لك طب هي تاني يوم بتجيب صاحبتها تبات عندي فانا اتكسف انا ما فتيجي عنديش مشكلة، بيتي مفتوح لاصحابها كلهم طول الوقت. لا معانا. اللي اقصده ايه، هي بقى بتيجي بناتهم يقولوا لها ايه، طب ما يا مامي بقى صاحبتي اهي مامتها سابتها تبات عندي فانا لازم ارد وانا كمان ابات عندها. لا برضو دي ما يعني لا برضو برضو للأسف لا، لا مش هعرف أعملها. على فكرة انا معاكي جدا، انا بنتي تنام في حضني انا ماليش دعوة هي فين. طب جودي انت ايه صحابها رأيك في أيا الكلام كانوا ده؟ هم إيه، تمام على دماغي من فوق، يجوا ينوروا البيت في أي وقت ويقعدوا قد هما ما عايزين، لكن أنا بصراحة لا طب انا عايزه مش اسمع بوافق. رأي جودي بقى، واضح ان هي هتضربنا. رأيك ايه يا جودي في الكلام ده؟ لا عادي، هو لما بستأذن بروح عند صحابي بروح اقعد معاهم شوية وبعدين برجع تاني، بس مش حتى انا مش بحب اروح عند انتي ما بتحبيش تباتي عند حد صح؟ ماشي. طب الحمد لله في جودي تفاهم. انا عايزه اسالك يا احنا جودي، عندنا رولز كده طالعين عليها من واحدة صغيرين. طيب جودي ايه اكتر مشكله حاسه ان مامتك مش فاهماكي فيها؟ هو في ساعات لو مثلا تسريحة شعري أو لبسي، عارفه انا اللبس الواسع القصير ده اهو. عارفاه. أيوة. بتعملي ايه يا منار وانت نازله تشتري معاها اللبس؟ عشان دي مشاكل كل الامهات في السيزون الصيفي والشتوي وقبل الاسكندريه والمصايف، الخناقات اللي بتحصل في المحل اللبس. بنحاول نشوف حل وسط يعني احنا لغاية دلوقتي. طب بصي انا مش مقتنعة بده قوي، نستنى يمكن نلاقي حاجة احلى، فنستنى شوية شوية. لقينا ده حلو وده عجبني وعجبك، تمام طب خلاص ده هو ده اللي عايز، ما نرجعش بقى تاني خلاص للحاجة اللي ما كناش مقتنعين بيها من الاول. ماشي، نرجع بقى للمشكلة الأزلية. يعني أمهات كتير تقولك إيه في وقت الدراسة، أنا أخد الموبايل من بنتي الساعة 9 بالليل وأشيله بره إيديها بره الأوضة، وخناقات بقى والناس تسمع صوتنا في الشارع بقى، والموبايل يا مامي ولازم وأنا بحب جنبي. يعني إيه قصتك بقى في المشاكل الموبايل والسوشيال ميديا؟ ماشي، هو ده برضو الحمد لله ما عندناش فيه مشكلة، احنا عاملين فاميلي لينك على التليفون بيتقفل في ساعة معينة،
فخلاص مجرد التليفون ما اتقفل وهو بيطلع بره الاوضه علشان ما ينفعش يبقى جنبنا واحنا نايمين، صح وانا بشحنه لها علشان الصبح وهي نازله المدرسه يبقى معاها عشان لو عندها درس او حاجه اعرف اطمن عليها. احنا ما شاء الله. فبرضو احنا لينا وقت معين بيتفتح فيه التليفون وبيتقفل فيه التليفون، ولينا عدد ساعات محدده نستعمل فيها التليفون. طيب هو ده يمكن اللي انت بتقوليه ده الناس مش فاهماه قوي، يعني مش كل البيوت عامله ده، دي خاصيه كده في الموبايل انه بيبقى متوصل بموبايلك وموبايل باباها، صح كده؟ بالظبط. فالام والاب عشان الناس بتتفرج علينا، عشان الناس بتتفرج علينا، عشان الرسائل اللي بتبعتوها لي على الصفحه، ايمان اشرحي لنا اللي بتقوليه لو في حاجات بتتقال بالانجليزي. دي خاصيه كده بتتعمل على الموبايل، حضرتك تقدر تسال اي حد بيفهم في موبايلات محلات الموبايل اللي جنبك، مفيش اي مشكله، ان ازاي اقدر اقفل تليفون ابني الساعه ليه ساعه معينه انت بتتحكم فيها، بيتقفل كل حاجه على التليفون، نت وكل حاجه. فدي للناس اللي حابه تفهم ايه القصه اللي منار بتتكلم عليها، تمام؟ انا اخر سؤال يا منار، ايه اليوم اللي وصلتي فيه او بتعرفي توصلي، يعني وصلتي المره لمرحله غضب شديده جدا فاضطريتي ان انت تضربي جودي مثلا او تعنفيها بطريقه جامده؟ لما بتتخانق مع اخوها بصراحه، لان هي عصبيه ايوه جدا، شكل هو الاخوات مش بقى. عصبي هو غلاوي، يعني ممكن يقوم خابطها وخبطه يعورها، انا ما بضربش وباباها الحمد لله مش بيضرب، تمام. لكن ادم مش بيعرف يزعق مش بيعرف يتعصب، فبيقوم خابط اللي قدامه باي حاجه. يا ساتر يا رب. فلما هي بتيجي تتعصب معاه فانا لازم اكون احل المشكله، لازم افصل كل واحد في اوضه لغايه الاثنين ما يهدوا ويعتذروا لبعض. دي طب بس بتبقى اكتر مشكله عندي في البيت يوميا، يعتبر بصي هي واخوها هما سنهم ما بينهم سنه ونص، ففوق دماغ بعض من الاخر طول الوقت بيتخانقوا على كل حاجه. بس انا بقى الكلمة دي بقى مضايقاني، لان انا كده حسيت ان تربيه الولد عندك غير تربيه البنت، اصل الولد ما خالص. بيتكلمش انا كتير عايزه اقول بيقوم لك الاثنين يضرب. متربيين نفس التربيه، بس دي ليها شخصيه وهو ليه شخصيه. ايوه انت بتتعاملي مع الولد غير البنت، يعني انت بتتعاملي معاه لانه راجل، يعني اللي هو لا خالص. يعني انا بتعامل، يعني انا عندي بصراحه، لا هو زي ما هي بتنظف اوضتها هو بينظف اوضته، زي ما هي برافو بتجهز شنطتها هو كمان، زي ما برافو، هي بتساعد في البيت هو بيساعد. يعني بيقف فانا عندي يساعد زي جودي بالظبط، بيساعد في البيت وبيعمل بالظبط كل حاجة. برافو عليكي، بالظبط. هو برافو. كمان ما شاء الله في فريق كرة القدم، بس هو مواليد 2013 لسه صغير، وفي فريق السباحة ما شاء الله. برافو عليكي، برافو عليكي. فسواء في الرياضة أو في البيت الاتنين بيتعاملوا نفس المعاملة، لكن كشخصية بقى واحد لا، هي ممكن تتعصب وتتشنج وتزعق، هو ما بيعرفش يعمل ده، هو البنات بيقوم بقى، يفش غله في أي حاجة، ممكن يمسك حاجة يكسرها. احنا الستات والبنات بنعرف نعبر، بنرغي اكتر، بنزعق اكتر. بالظبط. هو مش بيعرف يعمل ده، فبيفش غله في اي حاجه قدامه، فانا لازم ابقى موجوده عشان انا مش هسمح ان هو يديله عليها. ايه اكتر حاجة كنت رفضها تماما في تربية مامتك ليكي يا منار ولقيتي نفسك فجأة ايه ده، هو انا بعمل نفس الحاجات اللي انا كنت مش طايقة مامي تعملها معايا؟ إيه اكيد كلنا كده اصلا. بصي هقول لك، ماما كانت طول الوقت عايزاني مظبوطه، اللي هو ما تتكلميش بالاسلوب ده، وطي صوتك شويه، اقعدي كويس، افردي ظهرك، نزلي اعملي رجلك. رقبتك. فكنا طول الوقت بنتخانق بسبب الموضوع ده، بسبب التعليمات طول الوقت. بس لما بقى عندي بنت اكتشفت ان انا بقول نفس الكلام طول الوقت، افردي ظهرك، انت ظهرك كده هيبوظ، اعملي رقبتك، انت ماسكه الموبايل كده ليه، ايوه رجلك بالظبط، مفتوحه كده ليه، مفيش بنت بتقعد بالمنظر ده، صح وطي صوتك، صح اهدي شويه. بقيتي فلقيتني تعملي بكرر نفس نفس الحاجات، الكلام بالظبط. بقيتي تعملي نفس الحاجات وبتقولي نفس الجمل. ماما ميرسي يا منار وعلى وجودك معانا النهارده، وحقيقي يعني ميرسي. انا ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، انا شايفه تربيه جميله، واكتر حاجه عجباني ان في رياضه وتربيه وعلام كله مع بعضه، اكيد الرياضه فرقه كتير قوي في حياتهم النفسيه حتى مش بس في حياتهم العاديه. الحمد لله فربنا معاكي، وان شاء الله بقى يبقى الحمد لنا لله لقاء تاني بقى وهم ايه اكبر شويه. إن شاء الله. شكرا ليكي يا روح قلبي، تشرفت قوي ميرسي، بيكي، انا كمان تسلمي لي. اتشرفت بيكي، ميرسي يا جميل.